المقصود بالزواج أن الإنسان يقضي وطره وشهوته فقط، هذا نعم من مقصود النكاح، لكن المقصود الأول هو أن تكون سكنا يسكن إليها وتبقى معه إلى أن يفرق الله بينهما إما بموت أو طلاق. أما النكاح وبنية الطلاق فالعلماء مختلفون فيه، منهم من أجازه ومنهم من منعه. لكن هنا شيء آخر، سمعت أن بعض الشباب يذهب إلى البلاد ليتزوج فقط، ما له غرض إلا أن يتزوج، وتجده يجلس مع هذه المرأة لمدة أسبوع أو 10 أيام ثم يطلقها. وهذا لم يقل به أحد من العلماء بجوازه، العلماء ذكروا الجواز فيما لو كان شخص غريب في بلد وخشي على نفسه، فله أن يتزوج بنية أنه إذا غادر البلد طلقه، هذا محل الخلاف. أما أن يذهب إلى القصر إلى البلد بقصد أن يتزوج فهذا لم يقل أحد بجوازه، إلا من يرى جواز المتعة كالرافضة، وهذا رأي باطل أبطلته السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتعة إنها حرام إلى يوم القيامة.